أختي مريم، يا مرحبا بك وحياك الله في هذا اللقاء. كان موضوع جدا مهم يمس كل عائلة إماراتية ومقيمة ويمس كافة أفراد المجتمع. بنفهم معاكم موضوع شرح كامل ووافي عن الأمن الغذائي. معليش، الغذاء مو بس حاجة إنسانية، الغذاء حاجة إنسانية واجتماعية وصحية. هو الشيء اللي نحن نقسم يومنا وطلعاتنا عليه. من الضروري أن نهتم بالغذاء الصحي لمساعدتنا على تقوية مناعتنا ومناعة أهلنا وأطفالنا للوقاية من الفيروس. هل ترشيد الاستهلاك وبالتحديد أنا أقصد هنا الغذاء له دور في تأميننا غذائيا؟ طبعا ترشيد الغذاء هو أمر مهم جدا لتعزيز أمننا الغذائي، خصوصا في ظل الوضع الراهن، وهو ما أكده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه مؤخرا، إن سلوكيات ترشيد الغذاء مهمة جدا على مستوى الفرد. أريد في النهاية أن أطمئن كل فرد فيكم بأن منظومتنا الغذائية بخير، ونعمل دائما على توفير كل السبل لدعمها.